علمنا رسول الله الصبر على البلاء والوقاية والرشاد، واجب نحو العباد، والصلاة في رحالكم عناية المولى لكم، عناية المولى لكم. نطلب منه الرضا عفوه عما مضى، نطلب منه الرضا عفوه عما مضى. سنهزم الوباء بالصبر والدعاء، سنهزم الوباء بالصبر والدعاء، وكأنه ما جاء، وستفرح الأمة. بالعزم نستعيد عالمنا من جديد، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم. ويحل لنا رمضان بالخير والإحسان، فهو شهر القرآن، فهو شهر القرآن، رحمات من رحمن. وستفتح المساجد لنا من جديد، وتؤذن المآذن وتكون لنا كالعيد. وستفتح المساجد لنا من جديد، وتؤذن المآذن وتكون لنا كالعيد. ندعوك يا حنان، ندعوك يا منان، ندعوك يا رحمن ترفع عنا البلاء. سنهزم الوباء بالصبر والدعاء، سنهزم الوباء بالصبر والدعاء، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم.